أحسن. سيدي الحوزة الناطقة بالحق قلناها في لقاء آخر، وهي الخط الصحيح إلى طريق الله تبارك وتعالى، وهي المنجية إن شاء الله. من الذي يمثل هذه الحوزة الناطقة بالحق؟ نستطيع أن أقول في فهم مكتب السيد الشهيد الصادق؟ إن شاء الله إن شاء مكتب الله. السيد الشهيد الصادق كان أنا أتصور أنه شيء معنوي ولا تتجسد بالأشخاص. نحن لا نبحث عن الأشخاص، نحن نبحث عن مبدأ، عن عقيدة، عن فكر، فهذه لا تتقوم بالأشخاص وإنما تتقوم بأمور معنوية بعيدة عن الأشخاص، سواء كانت بالمكتب أو بغيره. خب نقول بالإمام المهدي عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، وإمام المهدي فكر شمس نستفاد منها حتى وهي غائبة، وبعد بالروايات موجودة. فكذلك هو يمثل الحوزة الناطقة، لأن الحوزة الناطقة السيد شنو قال؟ قال أنه هي حوزة محمد بن عبد الله، حوزة أمير المؤمنين، حوزة كذا كذا، المعصومين عموما. سيدي أنا لا أفرق بين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومكتب السيد الشهيد الصدر باعتبار الانتماء. ليش؟ هاي لأنه مو شخصية، لو شخصية تفرق بالتأكيد، لكن لأنهم فكر. ليش أمير المؤمنين ومحمد بن عبد الله واحد؟ لأنه فكر واحد. خط. إذن سيدي فكرة المكتب السيد الشهيد الحوزة الناطقة التوحد تحت عنوان الحوزة الواحدة هو فكر أحسن. وليس أشخاص.